يقوم العدو الإسرائيلي الآن بإلقاء القذائف الضوئية في أجواء المنطقة الواقعة بين بلدة كفركلا وبلدة دير ميناس. هذه كرون الزيتون قنابل المضيئة وأيضا قذائف فوسفورية. كانت قذيفة استهدفت منزلا انطلقت من موقع تل ترياق في مستعمرة المنطلة واستهدفت منزلا في بلدة كفركلا. يحاول العدو مجددا إحراق المناطق الخلية وقرون الزيتون هنا في بلدة كفركلا أيضا.